طبعا كبدايه الاشخاص اللي يعرفون السالفه بسرعه يفهمون بسرعه، راح نسوي فيديو حق الايفون القادم الايفون 13، ودي تشاركوني انتم بالفيديو نفسه، فتقدر تسجل لي فيديو ماكسيموم الفيديو 15 ثانيه بالكاميرا الاماميه الخلفيه برزولوشن، اذا كنت بتصور فيديو رزولوشن يكون 4K يكون افضل، واذا تبي بس صوت تقدر تسجل برنامج الميمو وترسل لي صوت، انا راح اكتب لك شيء اذا كنت مثلا او شيء تبي ترسل لي وترسل على الايميل، هذا الايميل، ولازم يكون موضوع الفيديو نفسه ايفون 13، اوكي؟ مش ان الصوت يكون ممتاز افضل من المكان اللي انا قاعد اسجل لكم فيه الان، انا في الكافي شوب والشغل حقه مفتوح هنا وصوت المكاين، لكن في البيت يكون ممتاز الصوت يعني. وضروري ترسل لي الفيديو قبل يوم 15 جولاي، بعد 15 جولاي خلاص ما راح استقبل اي فيديو، اوكي؟ والاشخاص اللي يبون التفاصيل وكيف يرسلون كل شيء. السلام عليكم واهلين فيكم في، ما اقدر اقول في، المهم فيديو جديد صح، لكن الموضوع عن شنو؟ الموضوع اني راح اسوي فيديو تسريبات واخبار عن الايفون 13 القادم اللي راح ينزل في سبتمبر. بالضبط على الاخبار الموجوده الان باقي شهرين واسبوع، الفيديو هذا اللي اسجلكم اياه ف 7 جولاي ومؤتمر ابل القادم التسريبات الموجوده حق الايفونات الجايه راح يكون في 14 شهر 9. حبيت اغير شوي، ما يحتاج اتكلم عن تسريبات انا الحالي، بس حبيت ان انتم تشاركوني برضو بالفيديو. الفيديو القادم اللي راح اسويه راح تشاركوني انتم الفيديو نفسه، فانتظروا فيديوهات منكم. طريقه شنو؟ تفتح الجوال حقك كذا وتصور عادي، صور بالعرض نفس الحركه كذا، لا تصور لي كذا، ما ابي التسجيل يكون كذا، اوكي؟ ابي الشاشه تكون كامله فصور بالعرض. التسجيل حقك بكيفك على الريزولوشن اللي تبيه، حتى لو 4K. بعض الاشخاص اللي عندهم ايفونات ما يعرفون كيف يرفعون ال 4K بكاميرا الاماميه الخلفيه بكيفكم انتم، تقدر مثل ما تشوف الشاشه تخش اعدادات الكاميرا وترفع الريزولوشن اذا تبي تصور بكيفك انت، حتى لو 4K عادي، يعني لو تخلي 4K مثلا وبتسجل، حتى لو 4K HDR، معني ما افضل HDR، ما راح يكون الفيديو HDR، لكن 4K HDR على 15 ثانيه يمكن يطلع في 80 تحت 80، ممكن 78 ميجا بايت الحجم حقه، فسعة معقولة حق الإرسال 15 ثانية، ما راح أقبل أي فيديو أكثر من 15 ثانية، حدك 15 ثانية، الصوت الطبيعي يكون ممتاز كذا، ما يحتاج تسوي أشياء قوية يعني وتوقف إضاءة، لا عادي إضاءة خفيفة الغرفة أو شيء وسجل، وعطني رأيك وش التسريبات اللي تتوقعها في الآيفون القادم وش اللي تتمنى؟ تمني في الأشياء مع التسريبات أو إنك تتمنى شيء جديد تتمناه يعني في الآيفون، فأتمنى تكون فيديوهات مفيدة. الفيديوهات اللي تحطونها انتم، وانا عارف في اشخاص كثار وانا حاطهم ببالي انه يجيبون اشياء مفيده، ونفس الفيديو ال 15 ثانيه تقول تقدر تخلي مثلا 10 ثواني عن شيء انت تتمناه وخمس ثواني تسالني فيه وانا راح اجاوب بنفس الفيديو، اوكي؟ طريقه انك ترسل لي الفيديو 15 ثانيه مثل ما قلت لكم على الايميل، رابط الايميل حقي راح يكون تحت في الوصف، تضغط عليه مثل ما تشوفون عندكم في الشاشه، بعد ما تسجل الفيديو افتح البوم الصور عندك، اضغط مشاركه، اختار الميل، تحط الايميل حقي، الموضوع لازم تكتب ايفون 13 علشان افهم الموضوع واشوف الفيديو حقي، اوكي؟ لازم احذر برضو، لا تجيني وترسل لي الفيديو حقك في السناب شات او الانستغرام، ما راح اغبل اسف. برنامج الميل، وضع الفيديو حقك يسوي له ارسال، السبجكت لازم يكون ايفون 13، الموضوع لازم يكون ايفون 13، وارسله، بعد ما ترسله تاكد ان الايميل نفسه وصل لي، افتح المرسل او السند المرسل اللي عندك انت وتشوف اذا وصل لي الفيديو ولا، يعني خلاص صار في المرسل عندك ولا لا، اوكي؟ فبس ففي نهايه الفيديو تنسون الاشتراك في القناه، اشتراك في حسابي سناب شات، شرف ضبطكم، اعمل لايك للمقطع، نشر المقطع، وانتظر فيديوهاتكم، السلام عليكم.